في مبادرة تستهدف تعزيز جهود البحث العلمي والابتكار، وقع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات وغرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرة للتعاون في مجال البحوث والدراسات على مستوى مملكة البحرين. نعم، ووقع المذكرة عن مركز دراسات سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس الأمناء، ومن الجانب الآخر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبد الله ناس. وعلى هامش توقيع المذكرة قال سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة إن الاتفاقية تعتبر خطوة طموحة من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية في مجال النهوض بالعمل التنموي الذي يركز على تطوير القطاعات المختلفة ويتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030 بما يعكس جهود المملكة وحرصها على بناء حياة أفضل لكافة مواطنيها. وأكد سعادته على أهمية هذا التعاون الذي يمثل فرصة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحشيدها لخدمة الأهداف الوطنية، معربا عن اعتزازه بالأدوار التي تؤديها كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومركز دراسات في هذه المنظومة الوطنية التي تمضي بخطى ثابتة لتحقيق التقدم والرفعة لمملكة البحرين. بدوره أكد السيد سمير عبد الله ناس أن هذه المذكرة تعزز التعاون مع مركز دراسات الذي ثبت أقدامه بين كبرى مؤسسات البحث في المنطقة العربية في فترة وجيزة، بما يؤكد على التقدم المطرد للثروة البشرية في البحرين. المذكرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين المركز والغرفة فيما يتعلق ب التنسيق المشترك بإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالشؤون الاقتصادية والاهتمامات المشتركة بين الغرفة والمركز. نعمل في مركز الدراسات على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية لرفد الاقتصاد الوطني. غرفة البحرين تلعب دور هام في دعم الاقتصاد الوطني والتنسيق مع القطاع الخاص بطبيعة الحال. سنحرص على أن يكون تركيز مركز الدراسات في المرحلة المقبلة على العمل سويا مع الغرفة بلجانها المتخصصة المختلفة في إقامة عدد من الندوات وورش العمل بمشاركة القطاع الخاص والجهات المعنية ذات الصلة في رفد الاقتصاد الوطني بتقديم الحلول فيما يتعلق بدعم اختصاصات وأولويات الغرفة ومركز الدراسات. اتفاقية اليوم مهمة لغرفة تجارة وصناعة البحرين ومركز البحرين دراسات استراتيجية والدولية والطاقة، وتعد خطوة يعني فعالة مهمة لتبادل التعاون بين المركز والغرفة في مجال الدراسات والبحوث وعمل الندوات واللقاءات وإنشاء قاعدة يعني معلومات تربط المركز والغرفة والمؤسسات المختلفة، ومن خلالها يتم أيضا إنشاء شبكة وطنية للدراسات والبحوث والإبداع